نتابع هذا اللقاء المباشر على الهواء وبرحب بضيفي باستوديو دكتورة ماشدة أهلا وسهلا فيك وأستاذ غسان جواد أهلا وسهلا فيك زميلين عزيزين مع أنه من محورين مختلفين هلا اكتشفت أنه حتى السفر عنده المحاور مع السفير الروسي اللي كان معنا أهلا وسهلا فيك ست مي أهلا فيك بس بتلتقوا اليوم بهذه الحلقة حسيت في ود بيناتكم لا كنا عم نقول من شوي نحن قاعدين جوا هلا نحن فايتين ناحر بعضنا على الهواء لانه بنتفق على كثير من المواضيع لو كل واحد وجهه نظره مختلفه بس في اسلوب راقي بين الناس ان شاء الله بيصير عدوى بين الجميع على كل حال عند الامتحان يكرم المرء او يعني لا بس هلا بنشوف هلا الزمتي بالاسلوب الراقي على كل حال استاذ غسان راقي ما في شك بس انه ما فيك بقى تقول شيء هلا شو ما قالت بدك تقول لها معك حق الاستاذ ما هو الستات على طول عندهم هيك افانتاج طبعا مكان ما اهلا وسهلا فيك مره جديده بدي ادخل من وقت من محل اللي توقفنا فيه باللقاء قبل مع السفير الروسي اليوم في متغيرات كبيره بالشرق الاوسط وهلا عم نسمع كمان في غاره وفي رد هذه المره على هذه الغاره الاسرائيليه شايف الامور رايحه تنبلش بالصوره الكبيره بالشرق الاوسط الى مكان او الى مطرح افضل مختلف بعد هالسنوات النزاع بسوريا والحرب وكل الانعكاسات اللي كانت سلبيه على لبنان هلا لنكون صريحين افضل لمين يعني بالنسبه لي اكيد بتكون افضل بالنسبة لصديقنا الأستاذ غسان أكيد ما رح تكون أفضل لا عم نحكي يعني فترة سلام وهذا ليه ما بتكون أفضل لغسان لا لأنه في متحولات بالمنطقة صارت واضحة المعالم يعني الضغط اللي كان عم بيصير بمرحلة معينة ضد داعش انتهينا من مسألة داعش هلأ إن كان بسوريا وإن كان بالعراق صارت المرحلة على نهاية يعني اختفت من الوجود هذه الظاهرة ربك من جيبة والله بيعرف كيف انتهت ولكن خلص مفعول ولا وتوقيتها هلا الضغط العالمي اللي عم بيصير شئنا ام ابينا على موضوع حزب الله بالتحديد حزب الله وايران ايضا ليس فقط حزب الله يعني انه في ضغط عم بيصير على ايران والدور الذي تلعبه في سوريا هلا صحيح الرئيس الروسي بوتين يقوم بزيارة إلى إلى إيران وطهران وعم ينحكى وقرينا أنه عم بيقول له روحاني أنه نحن منرحب فيك وبالاستثمار وبالمصالح أنه الدنيا كلها كمان عملنا استثمارات يعني في مصالح استراتيجية ومصالح مالية كمان بطبيعة الحال في مكان ما يبدو أنه في رح يكون نقطة لقاء بين الأمريكيين والروس فيما يتعلق بكيفية إنهاء ما الأزمة أو الحرب في سوريا يعني ما كان أبدا هذا انطباعي من السفير الروسي من زاسبيكين اللي كان ضيفي هلأ واللي هو يعني عتيق ومخضرم خلينا نقول في الدبلوماسية الروسية انطباعي كان على العكس إنه اليوم ما في توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنه بالعكس في نفوذ أو في خلينا نقول منطق ربح بالمنطقة هو هيدا المنطق اللي انت عم بتقولي لا اليوم في هجمة دولية عليهم يعني مع احترامي للسفير الروسي يبدو انه قاعد كتير بلبنان ومتأثر كتير بالأجواء مثل ما عم تقولي حضرتك من شوي كنا ببداية اللقاء وكأنه أصبح بينتمي إلى محور معين لا القراءات اللي عم نقريها مش من بدبي جبتها يعني عم نقرأ أشياء بالصحف العالمية والتصاريح التي تعطى من قبل كثيرين يعني المواقف الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بعائلة الأسد فيما يتعلق بمستقبل سوريا فيما يتعلق بمستقبل حزب الله فيما يتعلق بالضغوطات المالية التي ستوضع على حزب الله فيما يتعلق بأدوات إيران في المنطقة يلي ذراعها الأولى هي حزب الله إضافة إلى الأذرع الأخرى التي وصلت إلى اليمن لا في إعادة نظر وقراءة جديدة لما يحصل وما رح تضل الأمور فلتة على غواربها مثل ما هو حاصل لغاية اليوم أستاذ غسان جواد هذا الضغط أكيد ما بدي استغيبه يعني للسفير الروسي بس هيك حاولت أقول أنه شو كان عم بيحكي قبل ما تدخلوا إلى استوديو بالنسبة لك كلام سيدة مي شجاع حول هذا الضغط على حزب الله وهذا الضغط الدولي على إيران اليوم اللي هو واضح ممكن يكون يغير بالمعادلات يعني أنا شايف أنه الأزمة بسوريا ومتفرعاتها وفي العراق هنالك عدة لاعبين المستوى الإقليمي والدولي التركي الإيراني الروسي له اليد الطولة بتفاهم وتفاهم مع الأمريكيين
بهذا السياق هنالك قلق إسرائيلي من إنهاء العصابات في سوريا والخوف من أن يحل محل حزب الله. هن راح بوتين، عفوا راح نتنياهو عند الرئيس بوتين وطرح عليه أنه أنتوا مبسوطين أنتوا الأمريكان أنه عم تشيلوا داعش وغيرها، بس أنا عندي مصدر قلق اسمه حزب الله وإيران في الجنوب السوري. برأيي أن يتحول الجنوب السوري كما الجنوب اللبناني، يعني منطقة نفوذ إيراني حزب الله وتهديد، وأن تكون جبهة محتملة مع العدو الإسرائيلي. أنا برأيي هذا الضغط الأمريكي هو لدفع إيران وحزب الله نحو نقطة وسط ونقطة يعني مشتركة للتقاسم النفوذ. آخر شيء إن عارفين أنه هذا المشروع عم يربح بالمنطقة وعم يتقدم، بدهم يضغطوا عليه إلى الحد الأقصى حتى يلاقوا معه مساحة يقدر يتعايشوا معه، إن كان بلبنان أو بسوريا أو بالعراق. بالعراق الإيرانيين بالمواجهة، بسوريا الإيرانيين وحزب الله، وبلبنان حزب الله. الضغط الأمريكي هو للتسوية. مش ممكن يكون الأمريكي مثلا بلبنان عم يعمل سفارة بمليار دولار استثمار هالقد كبير ويكون بباله انه بده يوتر الجو بلبنان او بده يضرب الامن او الاستقرار المالي او الاستقرار الامني. بده يستخدم الامريكي لبنان كمنصة لإدارة المنطقة، وبالتالي بده يضطر يلاقي صيغة تعايش مع حزب الله الذي هو الاقوى اليوم في لبنان. بس خلينا اقول لك انه بالسفارة بالعراق يعني كمان كلفت بلاوي وحط بالعراق الاف الجنود، ولك شو صار بالعراق. ف يعني مع تقديرنا لهذه النظرية بس ما فيك تعول عليها. في تجربة السبع سنين اللي صاروا الاخيرا افغانستان، استثمار بافغانستان كمان قد كان كبير، تجربة السبع سنين الاخيرة بإحاطة الأمريكان للوضع اللبناني كانوا هن عامل من عوامل الاستقرار لأسباب إلى علاقة بمصالحهم. في تقاطع إيراني أمريكي على استقرار لبنان يعني أو بوجود بوجود ما يجري بسوريا وبالعراق اليوم، مين بده يفجر في يعني في ملعب. ولكن هنا يعني كمان في واقع لابد من التوقف عنده. صحيح بيقولوا أنه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الدولية والأمريكية بالتحديد ما في شيء بيوقف، بيكون في استراتيجية بتكمل، ولكن ما ننسى أنه انتهينا من فترة أوباما يلي كان سيء الذكر بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط، لأنه ترك الأمور تطور هالقد إلى أنه قدروا استفادوا من وجود داعش واستغلوه وتطورت الأمور وأخذت منحة تاني مختلف تماما. هلأ فيما يبدو أنه فيما يتعلق بإدارة ترامب يلي بحبها ويلي ما بحبها عنده نظرة جديدة إلى المنطقة، واللي عم نسمعه من مش عم نعول عليه عنده نظرة تدخلية في حين نظرة تدخلية هناك leading from behind. Not only leading from behind، كان عنده قرار أوباما أنه هو مبسوط زبط الموضوع بكوبا، عمل الاتفاق النووي، عمل الاتفاق النووي مع إيران وخلص هيدا اللي بده اياه، ومنطقه الشرق الاوسط ما بتعني. يبدو انه هلا السياسه الخارجيه تغيرت بحكم ما يعلن من قبل المواقف المسؤولين الامريكيين. رح يكون في وكلاء للامريكيين باي معنى؟ يعني الروس والاتراك هن عم يعني بيشتغلوا على تأمين المصالح الأمريكية. أكبر دليل الحضور الأمريكي بأستنا كمراقب، والكلام اللي عم يكتب بالصحافة الغربية عن دخول منطقتنا بدائرة النفوذ الروسي لعشرين سنة لقدام بتفاهم مع الأمريكي. أنا بدي أرجع عن طريق من النقطة اللي ذكرتها حضرتك فيما يتعلق قديش الأمريكيين عم يعطوا أهمية لحضورهم بلبنان وللسفارة اللي حكيت عنها واللي عم بتكلف مليار دولار، وبنفس الوقت هالشيء عم يتزامن مع هالضغوط الكبيرة فيما يتعلق بتجفيف موارد حزب الله. كلنا بنعرف انه المجتمع الدولي ككل ما عنده مشكله مع حزب الله اذا بيكون انتيتي داخليه لبنانيه بيتعاطى بالشؤون السياسيه الداخليه مثله مثل اي فريق تاني، ولكن عنده مشكله معه كفريق باراليل للدوله اللبنانيه، عنده ميليشيا او قوى عسكريه على شوي على كتف الجيش اللبناني لبل اقوى منا، عامل دوله مستقله بيفرض رايه مطرح ما هو. هيدي شغله عامله منطقه ازعاج فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، والامريكان حتى عم بيجربوا يضغطوا على الاوروبيين انه هيدي قصه في جناح عسكري وجناح مدني بتكون تشلوها، الضغط على حزب الله بده يكون الضغط على كل حزب الله، معناتها قرروا يدخلوا مباشره على الخط بما يتعلق بلبنان وليس بالوكاله بالمواجهه. طيب بالمواجهه
بس هذه شو افقها؟ يعني شو بيعمل افاق؟ شفنا بالتجربه الماضيه 2006 حرب تموز طلعت منها المقاومه اقوى. اذا كان الحرب هي فشل السياسي خلينا نعتبر انه هن بالسياسي بالضغوطات الماليه بالعقوبات ما قدروا عملوا شيء، قاموا راحوا على حرب، الحرب شو افقها حيكون؟ خلينا نتوقف مع فاصل بركي بنطفي التليفون وهيك بنرجع ندخل اكثر، بركي بتجاوب ستمعي على على اتصالك على سؤالك او على الاتصال اللي سجلي اعملي معروف وكمان حضرتك ست ماي مرشحه بدوله حزب الله، مرشحينك القوات بعتقد بالمنطقه الدويله. اذا شيء هلا رح نحكي اكثر، في شيء معلومات قريتها اليوم على ال هلا بنسالك على كل حال، حبيت الخبريه قلت والله في ناس بتعرف اكثر من حالك بتعرف عنك اكثر من حالك، هيدي كل نهار بنعرف عنك بنعرف اخبارنا دوله حزب الله لنعرف وين. طيب هيدي كل الاسئله إذا مشاهدينا بعد هذا الفاصل.